السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسألكم سؤال، آخر مرة قرأتوا قرآن إمتى؟ أو مسكتوا المصحف بإيديكم إمتى؟ في رمضان اللي فات؟ ياريت تسمعوا النصيحة دي مني، أعطي عمرك للقرآن، إن الحياة مع القرآن تساوي حياة مطمئنة وسكينة دائمة لا يعرفها إلا من عاش مع القرآن. وما قال أهل الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلا لكونهم عاشوا مع القرآن. إن صحبة القرآن هي الصحبة التي يثبت نفعها يوم يفر منك أبوك وأمك وأخوك وصاحبك وزوجتك وأولادك وقبيلتك وعشيرتك، فتلتفت فلا تجد إلا صاحبك الوفي وهو القرآن، يقف معك يجادل عنك ويشفع لك. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أنا مش هقولك جرب وعيش مع القرآن لتذوق لذة السعادة، لأن القرآن مش تجربة، بل تيقن إنك هتكون في خير كبير جدا من اللحظة اللي هتقرر فيها صحبة القرآن. ونصيحتي الأخيرة أحبابي في الله، لا تغادر دنياك قبل أن تتذوق أطيب ما فيها العيش مع كتاب الله. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.